قتلى وجرحى بالمئات في فض اعتصام المحتجين بمدينة كربلاء. متظاهرون اتهموا قوات الأمن الخاصة بقتل المحتجين، لكن شرطة كربلاء نفت تماما مسؤوليتها عن تلك الأحداث في إشارة إلى وجود مندسين مسلحين وسط المتظاهرين. وبالرغم من حظر التجول الذي فرضته السلطات في بغداد خلال ساعات الليل، تحدى آلاف العراقيين القرار وواصلوا الاحتشاد والتجمهر في ساحة التحرير تأكيدا على مطالبهم في إطار الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والفساد والبطالة وسوء الخدمات. وكانت قيادة عمليات بغداد فرضت حظرا للتجول لمدة 6 ساعات يوميا بدءا من منتصف الليل وحتى إشعار آخر بعد تجدد الاحتجاجات وسقوط العديد من الضحايا. وفي محاولة لاحتواء الأزمة المتصاعدة، أصدر مجلس النواب العراقي عدة قرارات في مقدمتها تشكيل لجنة لتعديل الدستور خلال 4 أشهر وإجراء انتخابات محلية جديدة في أبريل المقبل، فضلا عن إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاثة وغيرهم، وذلك استجابة للاحتجاجات المطالبة بالتغيير منذ عدة أسابيع.